والآن نتحول لمتابعة لأهم وآخر أنباء الطقس. الأحوال الجوية من جديد معك رجائي. شكراً لكم مشاهدين. توقعات خبراء الطقس نتابعها وإياكم في هذه الجولة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وأيضا جنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ بمحافظة القاهرة العظمى فيها 33، الصغرى فيها 21، الإسكندرية 27، 20، مطروح 25، 18، بورسعيد 26، 21، أما الإسماعيلية 33 هي العظمى فيها، أما الصغرى ف 24، محافظة السويس 33، 24، العريش 27، 20، طابة 34، 24، شرم الشيخ 39، 27، الغردقة 40، 27، أما محافظة الأقصر العظمى فيها 45، الصغرى فيها 27، أسوان 45، 29، الوادي الجديد 43، 28، شلاتين 38، 25، أما حلايب 34 هي العظمى، أما الصغرى ف 28. ولأننا نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.